تونس باش نمشيو تحديدا لمنزل النور في ولاية المونستير. غاديك نتناولوا الوضع الوبائي ونحكيو على إصابات بالعشرات، أيضا باش نتحدثوا في كل ما يتعلق بالصحة، إمكانية تونس في مواجهة هذا الوباء، وعودة أيضا على المسائل السياسية والمسائل السياسية اللي تتعلق بالأساس دعوة لمؤتمر إنقاذ. هل إنه دعوة هذه مازالت سارية المفعول؟ الإجابة عن السؤال هذا بعد شوية. جينا مع ضيفنا في فقرة كلام في السياسة السيد سعيد العايدي، رئيس حزب بنين وطني ووزير الصحة السابق. كل هذا وأكثر في برنامج البلاد اليوم، وكالعادة البداية بالبلاد في عناوين. البلاد في عناوين. البلاد اليوم. قاسم مرحبا. مرحبا بك كوثر. شكرا لحضور. بعد شويه باش نحكيو شنو هي اجواء الامور السياسيه، نتحدثوا ايضا عن الهدوء يسبق العاصفه اذا ما صح التعبير، بعد شويه تصلحني، ولكن خلينا نمشيو في لما اهم اخبار البلاد والمستجدات على الساحه الوطنيه. نحكيو عن اصابه او بالاحرى وفاه طفل في ولايه سوسه. متابعه الموضوع واكثر تفاصيل مع سيد محمد غضباني ميزوني، المدير الجهوي للصحه بسوسه. مرحبا بيك. مرحبا بيك، تحية ليك ولجميع المستمعين. شكرا لتلبية الدعوة سي محمد. اليوم المستجدات جينا من سوسة، نتحدث عن وفاة طفل، عطينا بالضبط الحالة كيفاش. عادة معناها المعلومة اللي عند عامة التوانسة انه صغار ما يتصابوش بفيروس كورونا، هل انه اليوم فما مستجدات طرأت على الحالة وعلى الوضع الوبائي في تونس؟ هو بكل أسف تم تسجيل حالتي وفاة أمس لمستشفى فرحة حشاد بسوسة. حالة لمسن من مدينة مساكن مولود عام 1953، عنده جماعة أوسبيتاليزي في قسم النعاش الطبي بمستشفى فرحة حشاد، توفى أمس الله يرحمه. وحالة لطفل عمره 16 سنة، أما هو معناتها مريض، عنده إعاقة عضوية، عنده مرض اللي مشانه أثر على الجهاز التنفسي نتاعه والجهاز العضلي نتاعه، دونك سي مالادي كرونيك، مرض مزمن كان يعاني فيه منذ الصغر، وتوفى البارح بالليل بقسم الاستعجالي بمستشفى فرحة حشاد. الله يرحمه. احنا ديما من بداية الجائحة هذه كنا ننبهوا معناتها اللي المرض هذا يأثر على كبار السن اللي عمرهم أكثر من 70 سنة و 75 سنة، واللي يحملوا إعاقة والمراه الحبلة والمناعة بتاعهم ناقصة برشا، ديما تندرج في النطاق هذا باش ما نخوفوش الناس برشا. راهو احنا ديما الحالات حتى سجلناها توا، احنا 11 حالة توا في سوسة. اي 11 حالة كلهم اغلبيتهم كبار السن. هذاك علاش راهو احنا في الجائحة هذه والكونفينمون اللي نأكدوا عليه، ولا نأكدوا على التباعد الجسدي ونتأكدوا على حمل الكمامات باش العدوى ما تمشيش للكبار السن، للفئة العمرية هذه، للناس اللي الميونيتي بتاعهم طايحة، باش نتجنبوا حالات الوفيات. سي محمد، حالات المستشفى وقسم المعاش. وربما من المعلومات زاد العلميه والصحيه اللي تنجم ما نعرفش تصححها والا تنفيها، كونه مع النزله الموسميه ربما يولي فما مفعول مضاعف اليوم. لا صعيبه تو مع النزله الموسميه تو جات وما عرفش نفهموا تو ناهي الكورونا وناهي الجريب وناهي عشان بالضبط. علاش احنا تو انصيحه ديما نستغلوا الفرصه هذه باش ننبهوا الناس الكل، احنا ماذا بينا اللي يقدر باش يعمل تلقيح نتاع الجريب يعملها تبدا من شهر دون استثناء للاعمار الكل. سي محمد التلقيحه ماذا بينا اما سيرتو وناكدوا عليها ونعاودوا كبار السن اللي عندهم امراض مزمنه، بيرسونيل سونتي، بيرسونيل تاعنا يلزم هذا من كل لازم يكونوا ملقحين. واضح. شكرا جزيلا لك سيد محمد غضباني ميزوني، المدير الجهوي للصحة بسوسة. 11 إصابة في سوسة. أيضا نحكي على وفاة طفل مصاب بالكورونا يعاني من أمراض ومسن. على كل حال محبوهيش مجرد أرقام، بل إنه المعلومات هذه كنت حدثوا عنها الغرض منها هي توجيه رسالة لكل التوينسة باش يزيدوا يحافظوا على أرواحهم، على مناعتهم، على صحتهم، على خط
خاطر الملاحظ اليوم انه فما تهاون كبير في تعاطي التونسي مع الوضع الوبائي. ننتبهوا اكثر. عنوان سياسي اليوم نتحدث فيه قاسم، شنو احوال الامور السياسيه في البلاد، خاصه وان نترقبوا العوده البرلمانيه. حكومه هشام المشيشي بدات في العمل، تواجه في مجموعه من المستجدات لا تحمد عليها بالكل. البدايه كانت بالوضع الوبائي، مرورا بالحاثه الارهابيه في سوسه، وصولا الى العوده المدرسيه وغيرها من الاحداث، ربما تولي المسؤوليه اكبر بعهده حكومه هشام المشيشي. هو بالتاكيد انه حتى قبل تشكيل قبل المصادقه على الحكومه، بالتاكيد هشام المشيشي كان ينتظر مثل هذه الصعوبات، وجميع الوزراء ينتظروا مثل هذه الصعوبات، لانه الوضع في تونس ماهوش سري. معناه الوضع الاقتصادي الاجتماعي، الوضع الوبائي، الوضع السياسي، خليني اقول بشكل عام، ايضا ماهيش ملفات سريه اللي ممكن الحكومه ما في بالهاش بها. بالتالي هذا من المنتظر انهم يواجهوا مثل هذه الصعوبات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يتعلق بالوضع بشكل عام الآن في تونس، أنا نعتقد أنه فما هدوء سياسي نسبي أو حتى أكثر من نسبي، يعني واضح أنه فما نوع من الكارت بلانش تعطات لحكومة السيد هشام المشيشي للعمل بهدوء لفترة زمنية أعتقد أنها تخلي البرلمان يخدم خدمته وفما أولويات على الأقل ومشاريع قوانين صادقوا عليها. نعتقد أنه حتى برلمانيا هناك حزام سياسي فعلا، واضح من التصريحات من التحركات السياسية الأخيرة أنه ما سمي بالحزام السياسي للحكومة بدأ يتشكل في خليني أقول جبهة برلمانية. الكلمة مش دقيقة، أو تحالف أو التقاء برلماني يفوق 120، ربما فما حديث فيه نوع من مبالغة، الناس تتحدث على 130-140 نائبا. نعتقد أنه هذا الرقم فيه نوع من المبالغة ولكن بالتأكيد فما 120 تقريبا، في حدود 120 موجود هذا الحزام السياسي للحكومة. الوضع في داخل البرلمان قد يختلف. علاش؟ لأنه هنا باش تولي ربما التحالفات المساندة للحكومة تختلف داخل مجلس النواب، ربما بعض الأطراف صغيرة أو كبيرة عدديا توافق على الحكومة، ولكن ما هيش بالضرورة في هذا التحالف أو التقاء البرلماني. يبقى السؤال الكبير، كيف ستكون العودة البرلمانية؟ ما هي المهام الأساسية للنواب، للسادة النواب في الفترة القادمة في العودة البرلمانية؟ هل هي الذهاب بشكل سريع للمحكمة الدستورية، المصادقة على مشاريع القوانين اللي تقترحهم الحكومة، أو المشاريع القوانين تعرف هذا هو المشاريع اللي تقترحهم الحكومة من خلال ما سيقع من مناقشة مشاريع القوانين والذهاب أو لا في إقرار أو انتخاب المحكمة الدستورية، باش نفهم الوضع البرلماني أين يتجه؟ هل يتجه نحو يعني استعادة التصعيد اللي شفناه في الدورة الأولى، أم يتجه نحو عمل جدي داخل البرلمان لإقرار مشاريع القوانين؟ مش ني المقصود بالجدية، زاد هذا سؤال ينضاف لجملة الأسئلة اللي طرحتها. أي ممكن يناقشوني معناها هل اللي قمنا به ما هو جدي ولا لا. على كل حال زاد نحكي في الأمور الجدية، وربما زاد حتى التحفظات أو الإخلالات، نحكي بالأساس على قانون الإنعاش الاقتصادي وتقرير الامتيازات الجبائية اللي تقدمت به مرصد بلد ميزانية عفوا. فما مجموعة من الملاحظات هات نفهمها مباشرة مع السيد محمد غضباني، عفوا مع السيد رئيس مرصد ميزانية أمين بوزيان. مرحبا بك. مرحبا، أهلا بك. أهلا وسهلا أمين. مرحبا بالمجتمعات مستمعين. شكرا لك. اليوم نحكيه على ملاحظات كانت رفعتهم مرصد ميزانية بخصوص قانون الإنعاش الاقتصادي. هو في الحقيقة تقرير جاء على منظومة الامتيازات الجبائية في تونس بصفة عامة، تم إصداره جوستمون معناها تزامنا مع نقاش قانون ما يسمى بإدماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الجبائي اللي موجود في لفاف المجلس اليوم في جلسة المالية اللي قاعدين نناقشوا فيه.
في الحقيقة هو جاء تحت عنوان أنه الامتيازات الجبائية تثقيل لكاهل المالية العمومية. لربما أنا جزء باش نتفاهم على اللي كان يتقال يظهر لي ما يلزمناش نتحدث على كارت بلانش للحكومة هذه، ولربما أهم مخرجات التقرير اللي باش نستعرضها تؤكد ذلك. علاش نقول هكا؟ خلينا ننطلقوا من الامتيازات الجبائية بصفة عام. ما جاء في التقرير هذا واللي هو تقرير تحليلي في أكثر من 30 صفحة تبين من خلاله أنه منظومة الامتيازات الجبائية عندها كلفة كبيرة برشا على المجموعة الوطنية. الكلفة هذه تقدر ب 2700 مليون دينار سنويا. ربما المبلغ هذا تلمو كبير اللي ممكن العباد ما فيجواليست أهمية الرقم. هذا على كل تونسي تكلف 230 دينار في العام. نجم مولو به 126% ميزانية وزارة الصحة. يقابل كلفة كلفة بناء 10 سبيطارات. أي. مهمة جدا هذه المقارنة اللي قاعدة تصير أمين. اي نعم، بس لازم العباد تفهم مدى كبر المبلغ هذا. معناها كنا نخرجوا من نطاق الصحة مثلا نجموا نبنيوا 110 ألف مدرسة وإلا 500 كيلومتر طرقات سيارة. فالمبلغ هذا باهظ جدا على المالية العمومية، وإحنا نعيش في أزمة على المستوى الاقتصادي والمالي، أزمة هيكلية. هي الأزمة الصحية جات كان أزمة أكثر الوضع اللي تعيش فيه تونس عندها أكثر من 10 سنين. أمين فقط باش نثبت معك في رقم 110 ألف مدرسة هكا؟ إي نعم 110 ألف مدرسة. ما صدقتوش أن الرقم الحقيقة. أي خاطر كيف نقولوا 2700 مليون دينار الرقم تلمو كبير اللي لازم نعطيه المقارنة، شنو نجم نعملوا به الرقم هذاك باش حتى نفهموا على شنو قاعدين نحكيه بالضبط. لربما كان حد نزيد نعطيك 150% ميزانية دعم الأساسية يقابل 500 ألف سميك نتاع موظف العام. ونحن الخطاب المهيمن في مادة المالية العمومية نهار وطوله يحكي على كلفة الأجور. فاللي حبي يسلط عليه الضوء فريق مصر ميزانية منظمة البوصلة، لأنه لازمنا نردوا بالنا على الموارد زادة، مش نردوا بالنا على المصاريف. وهذا في الحقيقة في حقيقة الأمر وقت نتحدثوا على السياسة الجبائية من أهم المعضلات. كيف نتحدثوا على المبلغ الكبير الطائل هذا اللي قاعدين نخسروا فيه سنوياً؟ هل أنه الامتيازات الجبائية قاعدة تحقق في الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرصودة أو المعلنة وراها؟ خاطر كي نقولوا امتياز أي تنجم تجاوبنا عدم أمين؟ أي التقرير متاع منظمة البوصلة يجاوب بطريقة باهية. أنا باش نعطي بعض الأرقام وكهو بطبيعة الحال وكونه لا دونز اون لارج ميزور ماناش قاعدين نحققوا في الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. كي نقولوا امتياز جبائي عادة ما يراد من وراه أنه باش نجذبوا الاستثمار ولا الاستثمار الأجنبي. خناتي رقم البنك العالمي يعطيه لهنا بالفرنساوية تسمى تو دو رودوندونس 79%. شنو معناها؟ أربع استثمارات أجنبية على خمسة كانت باش تصير لمحالة حتى من غير وجود امتيازات جبائية. بمعنى أنه الامتيازات الجبائية ما عندها حتى أثر في قرار المستثمر الأجنبي أنه يجي لتونس وإلا لا. بالتالي هي قاعدة تتعطى تتكلف على المجموعة الوطنية برشا فلوس من غير ما عندها في حقيقة الأمر الفعالية الاقتصادية والاجتماعية المعلنة وراها. بالتالي وهذا سيتان كونستا معناه كما نقولوا عام يخص منظومة جبائية بصفة عامة كونه ماهيش قاعدة تحقق في الأهداف اون تيرم دو خلق موارد الشغل. إجابة واضحة وجلية. اليوم الحل على الأقل معناها بالمختصر المفيد أمين؟ الحل هنا جينا حاجة بالك نحب نسلط عليها الانتباه زاد على مستوى التشخيص قبل ما نتعدى الحل. كيف نتحدث على كلفة كبيرة ياسر راهو هذا يترجم بحاجتين على مستوى مبدأ دستوري اللي هو مبدأ العدالة الجبائية. راهو الفلوس اللي نخسروها هذايا سي مونك غانيه هي اللي كسب الدولة تترجم يا اما امتصاص لميزانيات قطاعات جوهرية كما التعليم كما الصحة. وهاكم تشوفوا تدهور المرافق العمومية بصفة عامة اللي قاعدة تعيش فيهم تونس نتاجا لخيارات. علاش نقول ما تنجمش تكون كارت بلانش؟ راهي نتيجه لخيارات اقتصاديه وماليه. سوني با اون فاتاليتي، ماهيش معناها وضع حتمي هذايا، لا هي خيارات ماليه تقشفيه
نوصفوها ونبينوا مدى خطورتها ومدى انعكاسها سلبي على العداله الجبائيه، امتصاص الميزانيات قطاعات جوهريه ومربوطه بعيش التونسي بصفه عامه، ولو كان كاغاني هذاك سواء معناها يتحم الميزانيات سواء تو سامبلومون القطاعات الهشه في المجتمع اللي هي تحمل معناها المجهود الجبائي من طبقات اجتماعيه من موافقين من والموضوع مازال فيه برشا حديث. ينجموا تزوروا مرصد ميزانيه تزيدوا تطلعوا على التفاصيل اكثر. شكرا جزيلا لك من بوزينا رئيس مرصد ميزانيه، يرفع الان الى حضراتكم اذان صلاه الظهر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا